يعطيك الصحة جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم الكل. دونك قدم لكم نفسي، اسمي حسام النقاش، واليوم جيت مع اليوم معكم فرحان برشا ديجا بالانفيتاسيون هذيا باش نحكي لكم على الاكسبيريونس تاع الفشل. دونك فاك اب نايتس اليوم باش نحكي تو سكي فشل. دونك كلوب الفاشلين تاع الكول، مي كوميم باش ناخذ الفشل من ناحيه بوزيتيف. يعني الفشل اوكي، الناس كل تعدى بمراحل تاع فشل في حياتها وما تنجحش، سي لا في سي نورمال. يعني كي كنا صغار الناس كل تتذكر حتى متعلم يمشي على الضربه الاولى، دونك الناس كل نمشيو بشويه بشويه ومن بعد نطيحوا. دونك الفشل هو سيتان بروسيسوس نورمال دو لا في، دونك سي نورمال باش نفشلوا، ولازم منها الحكايه باش نكونوا الشخصيه نتاعنا والبيرسوناليتي نتاعنا. دونك الحكايه نتاعي شنو هي؟ دونك انا عندي برشا حكايه تاع فشل في حياتي، ما نقدرش نحكي معكم اربع سوايع على الفشل في تولي دومين، دونك بروفيسيونيل، لونتربرونيا، حتى سو لو بلون سونتيمونتال وعلاقات عاطفيه ولا شنو. دونك مي سولو مون حسب حكيت مع عبد الفيه باش نحكي تو سكي بزنس وشركات ولا شنو هذاك. دونك الباركور نتاعي سي تري سامبل، بعد ما تخرجت ديريكتومون في ايوا الناس اوتوماتيكمون مشيت شديت خدمه في سوسيتي. بون كان الهدف نتاعي الحق باش نشد خدمه باهية، بديت نخدم بسالير تاع 300,000 في الشهر كوم ان تكنيسيان سوبيريور، دونك مجرد تكنيسيان صلح في الماكينات الميديكال. دونك عطاوني كهرباء ونديبلاسي من بلاصه لبلاصه ونخدم فهمتني. بعد بشويه بشويه في ظرف 4 سنين وصلت كيت من بون سوسيتي، شركه حلوه، صدرت حفون كهرباء واموري هانيه 5/5. مي مالوريزمون الشركه هذه عارفه، دونك جاوزت برشا هو يحب الشيخات. دونك الفلوس كل نتاع السوسيتي مشاو في مصاريف، هاو يسافر، هاو نهار اثنين في تونس، نهار اربعه في سويسرا، نهار الاحد مشى لامريكا وجا. دونك الفلوس نتاع السوسيتي في ظرف عام كل مشى، دونك وقعدنا فرنسا. دونك تعدى عام صعيب برشا، مره تخلص مره ما تخلصش، مره 500,000 مره 200 دينار شنو. دونك انا فاتي سي بون، عندي 5 سنين اكسبيريونس، نعرف نتكلم انجلي مليح، عندي ثقه في روحي في امكانياتي. قلت هذا تونس سي بون، لازم نشوف حل لحياتي ونخرج من البلاد. اوكي، دونك لقيت خيط ونجمت نخرج لدبي. دونك كي خرجت لدبي خرجت جوست بالاكسبيريونس نتاعي وما عندي حتى شيء، كنت ما ربطتش خيط ولا كونترا ولا شنو، مشيت رميت روحي ديريكت. دونك في دبي عديت الشهر الاولاني خساره ما خدمتش تاور بروجيكسيون، عديت الشهر الاولاني كله شيخات في دبي، تحويز سهريات جو تفريد كذا فهمتني. ومن بعد شهر قلت الفيزا مازال فيها زوز اشهر دو موا، قلت لازم نلقى خدمه، دونك ما عنديش حل باش نرجع لتونس، هذا امبوسيبل فهمتني. دونك فوالا بديت نرجع للخدمه، بعثت اكثر من 200 ميل 250 ايميل للشركات. من 200 ميل هذوما يمكن ثم 5 شركات كلموني، عملت 5 انتروتيان. الانتروتيان الاولاني فريمون كعبه لا بالكل، يعني فريمون قابلت واحد من الامارات خليجي ولا شنو عمل فيها بطل ولا شنو، وانا تونسي ما نفهمش انا. خويا قلت له راني نخدم الصلاه الفلاني ودار شنو ودار شنو لي نوسيون تاعي. بون عطاني كف قال لي بروح. الانتروتيان اللي بعده بديت نحسن شويه في اللغه، دونك عرفت كيفاش ندخل لهم وكذا، وبارك الله فيك يعطيك الصحه، هو السي في نتاعي نحكي انجلي مليح راني خدمني بارك الله فيك. كيف قال لي بروح. دونك الانتروتيان الثالث سافا سيرتو، بقيت عارف هنداوي، جماعه الهند سامبا على الاخر وكول في مخاخهم. وكنت الهند نحبها برشا، هم نجي الصورة تبلوها الهند فيها يعني الناس نتاعها برشا سبيرتويل برشا كما تعرفوا، عندهم يعملوا يوغا ويعملوا برشا حاجات كلوة، دونك عاقلين ومحلاهم وكي تحكي معي تقبلك. دونك قال لي اوكي مرحبا بك اخدم معنا. قلت له اوكي سي بون سيرت سالكتا سالير باهي يمكن فوا 3 ولا فوا 4 بارابور لتونس، وكهرباء وعايش في دبي، دونك خدمة في النهار وسهريات في الليل سي لا بيل في كوا. التصوير هذا حق نشوفوها صح. عصيرو دونك بعد البريود هذيك صارت مشكله، دونك نجم نقول له فشل اول في تونس. من بعد في بالي سي بون نجحت وسلكت باش نعمل كاريرا حلوه وانا برشا فلوس وكذا، مي مالوريزمون في دبي صارت مشاكل نتاع فيزا للتوانسه، ما عرفتش الناس الكل تصور في بيتهم. توانسه اقل من 35 سنه بور لي جون برا روح ممنوع، ما ثماش فيزا، دونك سي مسكره طبيب محامي عندك بزنس ولا غيره ما ثماش فيزا فهمتني. دونك كي جاو جبتوا لي في الاقامه قالوا لي لا دونك برا روح لازمك تخرج من البيت. بون وبحكم اني خدمت خدمه نظيفه الحق مع عروفاتي وخليت امبرسيون باهي، قال لي اوكي اسمع برمشي روح لتونس ربي معاك، يقعد يخدم معانا كمان نعطوك سالار باهي وامورك هانيه وتنكيت با ونحاولوا الماكسيموم باش نرجعوك لتونس، باش نرجعوك لدبي. باش نرجعوك لدبي. دونك فوالا سي حاجه سيني حلوه برشا. دونك رجعت لتونس خدمت 4 شهور والحق نتاع ربي ما قصرش معايا عروفاتي،
صابوا برشا محاولات مي برا وقت دونك فيزا ممنوعه مشيت خارجيه دخلت بعضها عملت دكتور غاديكا حصيلو لا لا ما فماش رجوع لدبي مسكر الفيزا 100% دونك صبروا عليه شويه من بعد قالوا راه ما نجموش نخلصوك بالدرهم الاماراتي وانت في تونس وصدرك يرجع طياره وانا شخت عملت بونكي في حقهم تاع ربي نخدم بارميل الصباح وعندي صدر طياره مي قالوا لي ما نجموش نواصلوا معاك بالطريقه هذه سمحنا ديزولي حاجه بيك في دبي تكون معنا يا يعني ديزولي دونك فوالا جوستومون قلت لهم بارك الله فيكم ديجا خمسه شهور تخلصوا فيا قاعد في تونس ريكشن بانك يعطيكم الصحه وعارف نحترموا برشا هذايا مش عادي بصراحه بوجولي دونك باي باي كي تروحي بطال امبوسيبل نجم نخدم تونس بلي نوسيون تاع تونس وبالتعاون بالموند بروفيسيونيل وخدمه بار ميل وخدمه مع لي امريكان والبريطانيين وخدمة فرنسيس في الشركه امبوسيبل نجم نخدم بالطريقه تاع تونس امبوسيبل نجم نعطي دونك فوالا دونك هذا الفشل اللي صار لي عديت شهرين يكون متقلق وفاتت لارجون سي تو تافي نورمال سي لا في ومن بعد قلت يعني كان باش نوصل هكا مش حل باش نخدم في تونس معاش نرجع دونك قلت باش نعمل مون بروبر بروجي وهنا حبيت نعمل ميساج صغير ثم برشا حاجات عاونتني في البيريود هذيك اللي هي صعيبه دونك انا مغروم برشا بالديفلوبمون بيرسونيل وتوسكي تنميه بشريه وديفلوبمون دو سوا سيرتو على اليوتيوب نتبع برشا حاجات في سيمينار على الامريكان كوا كيفاش تحسن نفسك كيفاش ما يعني مهما كانت الصفه ديما تقف على ساقيك وهذاك الدنيا بالنسبه لي دونك تقدر في نورمال قلت سيتي ديسيزيون ما عادش خدم في البريفي مهما كان سواء كانت شركه انترناسيونال ولا شركه يعني تونسيه ديما تقعد تخدم تحت واحد يفرض عليك وقت معين ويفرض عليك سالير معين وانا اهم حاجه في الحكايه الفريدم نحب الحريه يعني حتى في دبي تمشي مؤخر و داز فيها بطل سيفري خدمتي باهي وكل شيء مي نحب ناخذ راحتي كمان نحب نكون في عقلي نحب نخدم بالطاش نحبش نخدم يعني من 8 ل 7 وابعث في زيميل ورجع ولا شو نحب الحريه قلت سي بون حكايه بريفي حكايه فارغه تخدمش حتى في امريكا دونك دي سالاري يعطيك شهريه ويفرض عليك وقت معين وما عندك وين توصل دونك قلت سي بون مش نحب دونك تعلمت الفشل هذايا كنت برشا كفوف جي اكسبتي ليشيك تو تافي نورمال كيما قلت لكم سيت ان بروسيس دو لا في حاجه لازم انا حاجه هذيك اللي خلتني نعمل شخصيه قويه ونجم نعمل برشا حاجات ونكون البيرسوناليتي اللي نجم نوصل بها من بعد قدام قلت اتس اوكي باش نحل البروجي نتاعي دونك ملي جيت تونس ما قعدتش نتفرج ولا قعدت دز فيها مكتئب ولا وقوف على الاطلال كما يقولوا فهمتني نحط شويه مزيكا حزينه برشا ثلاث ايام وسي بون عاودت من اول جديد وحليت ان بروجي نتاع اون بلاتفورم اون ليني وعملت اسوسياسيون مع صاحبي سور تحكي على الديفلوبمون بيرسونيل وتو سا وعاودت وقفت من الاول جديد على ساقيه وفوالا دونك ليشيك ماهوش فاتال حاجه نورمال حاجه ضروريه نراها باش انت تنجم فريمون تتعلم و سي لا في كوا، يلفو اكسبتي و ديما تواصل، يعطيكم الصحة، ميرسي.